أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي كعادتنا، فقرات منوعة مختلفة بنتناولها من استديوهاتنا في جدة والرياض، وزي كل يوم حنبدأ بعناوين فقرات حلقتنا لهذا اليوم. خلينا نشوفها سوا. في سيدتي اليوم، وزارة العمل تتفهم احتياجات المرأة، وسيدتي يناقش التعديلات الجديدة. هل تؤيدي إشراك الموظفين بجروبات الواتساب لإنجاز العمل السريع في جميع الأوقات؟ في دراسة جديدة، التعليم من أولويات الفتاة السعودية، والقراءة في ذيل الهوايات. مؤسسة مجموعة لحياتنا مانا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مهندسة لينا حجار في ضيافة سيدتي. الشيف نول والعزة تقدم أشهى الأطباق والوصفات. طيب، بعد ما تعرفنا على عناوين فقرات سيدتي لهذا اليوم، أكيد ومثل كل يوم نحب نذكر اللي ما تابع برنامج سيدتي عبر شاشة روتانا خليجية يتابعها عبر صفحتنا باليوتيوب، وكذلك احنا دائما وابدا بانتظار تعليقاتكم واقتراحاتكم اللي دائما بتفيدنا عبر صفحاتنا بالفيسبوك وتويتر وانستغرام، والهاشتاج الاهم هاشتاج اكتوبر، وهو رسائل سيدتي الورديه، واللي كل يوم بنتعلم منه اشياء جديده فيما يتعلق بهذا المرض، وبنتعلم كمان وبنستمع لقصص مختلفه، تجارب نجاح، تجارب حرب والى اخره. اليوم عندنا بطله جديده من بطلات رسائل سيدتي الورديه، وهي محاربه لمرض السرطان. احنا معنا الاستاذه سميره سعيد العمري، واللي عندها اكيد رساله نحب نسمعها. يسعد لي مساكي. السلام عليكم. وعليكم السلام أخت سميرة، كيف حالك؟ الحمد لله طيبة. أخت سميرة، أول شيء مثل باقي السيدات، أنا دائما ببداية المكالمة أحب أهنيهم على شجاعتهم، وأحب دائما وإحنا أنا والمشاهدين نستمع لرسالة كل واحدة عندها رسالة بهاشتاغ رسائل سيدة الوردية. إيش رسالتك؟ أنا أوجه رسالة لكل سيدة تسمعني الآن إلى ضرورة الكشف المبكر والإسراع فيه، خصوصا أنه الآن إحنا في شهر أكتوبر اللي هو شهر التوعية بسرطان الثدي. تمام. لأنه أنا كم مر علي توعية وكنت أسمعها، لكن ما كنت يعني أهتم، أو ما يخطر في بال الإنسان أنه ممكن تكون يوم من الأيام أنت مصابة. فطبعا يعني نقول كفانا إهمال. طب إيش الصدفة اللي خلتك تروحي تكشفي؟ ترى يعني هي صدفة كده، ترى المرض ما يجيب أي ألم ولا يعني ما تحسي فيه، ترى هو مرض صامت، فلو يعني بداية صامتة صح. هي ف يعني أنا كيف حسيت فيه، كان في كتلة صغيرة بس اللي طبعا ما عرفتها أي اهتمام، إلين ما كده مر عليها 6 شهور يمكن حسيت حجمها زاد فعلا. بدأت رحت المستشفى وكشفت، واكتشفت انه يعني المرض، وانه يعني في المرحلة الثانية، وبدأت اخذ العلاج. طب معلش خليني ارجع معك لورا عشان هذه جزئية جدا مهمة. لحين لما انت اكتشفتي هذه الكتلة الصغيرة اللي موجودة في الصدر، انت تجاهلتيها عشان خايفة ما لا 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 ما توقعت هذا الشيء، ولا تمام استبعدت الموضوع انه يكون هذا مرض خطير او مرض يعني او اني انا راح اصاب يعني. طيب انت الان باي مرحله؟ انا خلاص خلصت العلاج واخذت الكيماو، انا لي يمكن 4 سنوات. انت متعافيه تماما، نظيفه تماما باذن الله. باذن الله باذن الله. طب انت يعني برحله علاجك، ايش اللي الاشياء الايجابيه اللي اخذتيها من هذا المرض على الصعيد النفسي، وايش الاشياء السلبيه؟ بالعكس انا الان يعني في الصعيد النفسي اتمتع بنفسيه عاليه جدا وحبيت الحياة أكثر من أول، يعني حتى أنا أحس أنه أنا أفضل بكثير من قبل ما أصاب بمرض السرطان. تمام. تعرفي كثير من السيدات بيقولوا لنا نفس الكلمة اللي هي إحنا بنتعلم حب الحياة بعد المرض. أيوة. يمكن بيتعلموا قيمة الحياة، بيعرفوا أنه أيوة. في أشياء كثير ما كانت تسعدنا من قبل، لكن
قد ايه بتتفتح عيون السيدات على اشياء كثيره وبتحسوا انه كثير اشياء فاتتهم. بس اكيد انت الان مريتي بهذه التجربه، حسيتي بنضوج اكبر، حسيتي انه يعني ربنا اعطاكي منحه. ايوه الحمد لله. طيب الحمد لله. انا سعيده بتواصلك جدا واتمنى لك الخير دائما، واكيد رسالتك وصلت الكشف المبكر اللي كل السيدات بيشتركوا بهذه الرساله. عمليه الكشف المبكر هي اهم ما في او اهم ما في المرض هذا اللي هي الكشف المبكر، لانه بيعتمد عليه جزء كبير من العلاج. عموما مشاهدي الكرام، بعد هذه الرساله الورديه احنا مكملين مع الاخبار، ومكملين تحديدا مع اخبار العاصمه الرياض والمملكه. وبالامس شهدت مدينه الرياض حدث مهم، حيث دشن امير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي بعنوان اكشف السر. وكمان وقعت جمعية زهرة لسرطان الثدي اتفاقية مع سابك بهدف تزويد الحملة بخمس عيادات متنقلة وللكشف المبكر، طبعا كانت بتكلفة 24 مليون ريال. مشاهدينا، وبهذه المناسبة تحديدا تم تكريم قناة روتانا لدعمها حملة سرطان الثدي، واستلم الدرع الزميل الأستاذ تركي العجمة مقدم برنامج كرة. ويوم الخميس مشاهدينا الكرام حيكون تفاصيل الحدث، تابعوا مع كاميرا سيدتي كالعادة. ومن المهم أقول لكم مشاهدينا أنه في خبر ثاني يقول أنه هذا المرض ستضاعف نسبة الإصابة به خمس مرات، وهو في مقدمة أنواع السرطانات، ونؤكد أنه يمكن محاربته بالكشف المبكر مثل باقي الرسائل اللي بتوجهها السيدات وتغيير أنماط الحياة. عموما إحنا أخذنا الرسالة وأخذنا جولة بسيطة بالأخبار. هنتقل الآن إلى الزميلة العزيزة مروة اللي في جعبتها كالعادة الكثير. يسعد لي مساك يا مروة. أهلا وسهلا فيك يا خلود، ويسعد لي مساكي ومسا كل مشاهدينا الكرام. وطبعا إحنا كمان نحمل على عاتقنا التنويه بهاشتاج سيدتي طيلة شهر أكتوبر، وهو رسائل سيدتي الوردية. وتحية لكل السيدات الرائعات المكافحات والمحاربات لهذا المرض، والرسائل التوعوية اللي بيقدموها لكل المشاهدين الكرام.